بتعرفوا من وين إجا النظام المدرسي الحالي؟ قبل 330 سنة كانت بريطانيا عم تتوسع لوصلت حدود الهند. كانت كل ما تستولي على منطقة جديدة تحط حاكم إداري للمستعمرة. نظام البريد وقتها كان ياخد وقت طويل، والمعلومات من الدولة للحكام الإداريين كانت تتأخر. بعض الحكام وقتها كانوا ياخدوا قرارات ما بتعجب الدولة. فرضت الدولة فكرة وفلسفة البيروقراطية يلي بتجبر الحاكم الإداري إنه يحفظ قانون سياسة الدولة وينفذه. ولترسيخ فكرة التبعية كان لابد من إعداد جيل ما بيفكر بس بينفذ وبتبع الأوامر وبيحفظ قوانين الدولة العظيمة. ومن هون إجت فكرة النظام التعليمي ل 12 سنة يلي بيقدم أسلوب تعليم بفكرة أشبه بالمصنع لإنتاج بشر ضمن مواصفات الدولة، وكان مصدر التعليم الوحيد هو الكتاب يلي كمان بتكتبه الدولة. إلا إنه في القرن 21 بدأ الكل يشكي من هذا النظام، وبدأت حملة إصلاح التعليم والبحث عن أسلوب جديد للتعلم. مدارس المهارات كانت من أول المؤسسات يلي حملت شعار تغيير التعليم للحياة. كانت أول خطوة في طريق التغيير تدريب وإعداد المعلم ليكون جاهز للعمل في منظومة الفكر الجديد. الخطوة الثانية كانت في بناء المنهج الأساسي للمنظومة التعليمية في مدرسة المهارات، فهي ما بتقوم على العلم فقط بل على تطوير المهارات وبناء الشخصية أيضاً. نظامنا الجديد بيساعدنا على تقييم كل طالب لحاله، منقدر نحلل قدراته وننمي روح العمل كفريق بين الطلاب. ما ننسى إنه دائماً بنعمل على توظيف التكنولوجيا في منظومة التعليم الجديدة. مدارس المهارات، علم، مهارات، شخصية. Thank you.